أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم اللي يعود موضوعها حول زينة المرأة الصحراوية قديماً. فسابق ما تغزو الأسواق مستحضرات التجميل الحديثة، كانت المرأة الصحراوية تلتجأ في زينتها على الأعشاب الطبيعية والمستحضرات الطبيعية اللي كانت تنبت في حولها في بيئتها الصحراوية، فبالتالي تضطر إلى معالجتها وتنقيصها وسحقها ومزجها بمنتوج آخر، لك في التالي تحصل على منتوج تجميلي تستعمله بشكل يومي، ويقد يعود ذاك المنتوج أكثر فعالية من أحدث وآخر المستحضرات التجميلية في السوق. المرأة الصحراوية معروفة بالحفاظ على جمالها، هذا الشيء نعرفه احنا من قديم الزمان، زمان الخيام سابق لي عدو صالونات وسابق لي عدو هذو لسونتر الاستيتيك، كانت بالبساطة تقد تعود أجمل واحدة تبان في الفريق من عدو مجتمعات العلايات، كانت أمور اللي هي عادية لكن كترجع الجمالية ديال المرأة تعود مميزة. مازلنا في هذا الوقت احنا كنقولوا كنرجعوا للمسائل القديمه اللي كانت كتعدل المراه الصحراويه، يعني رغم العصرنا ورغم التحضر ورغم اننا عندنا كنشوفوا هذو مراكز التجميل وتطور في مجال جمال المراه، لكن كنرجعوا دائما للنساء الصحراويات الاولات، يعني كنعتمدوا دائما على المسائل القديمه، مثلا النيله وديك الساعه مال العلايات كانوا جماليتهم ماسكات ويعدلوا لها الحنه في الحليب تخليها 3 ايام تعدل بها ياسم المسائل اللي تردها جميله. الحفاظ على جمال المراه الصحراويه يعني اصبح معروف عالميا، يعني عادوا المراكز العالميه كيرجعوا المسائل ديال التجميل اللي موجوده فقط في الصحراء.